العام يعني محمد لموشي بن الحاج إبراهيم. الأم حطاب واطمة. هي تبارك الله. زدت هنا في هذا المكان. نعم زيد هنا. هذه البلاصة كيفاش يسموها؟ ولد شابة. مش من بلدية؟ بلدية ولد بن عبد القادر. أيوة. حبينا نسقسوك على الثورة. أنت تاريخ الإزدياد تاعك؟ 36 1936. كيفاش؟ 1/4/36. 1 أبريل 1936. يعني زدت هنا. زدت هنا. أيوة. كبرت اللي هنا يا نظن أنا. كبرت هنا وكل شيء. كنت في الفلاحة إلى آخره. آه منيش الفلاح. بغينا نسقسو الثورة. جات عندكم ولا أنتم رحتوا لها؟ إحنا يا الثورة دخلت عندنا في 56. أيوة. وجاء عندنا يعني السيد العقيد جيلالي بن عامر جاء عندنا. أيوة تبارك الله. ولايمنا له السلاح في ذاك الوقت. كان عمي الحاج سليمان تحر والله يرحمه. الله يرحمه نعرفه. لايمنا له السلاح وديته انا وياه تليس وشواري كما يقول. زوج زوايل ديناهم منا على البنكري تاع زموره وربطنا على الواد تاع نتاع قول لي نتاع العقيديه تاع العقيديه طبعا. ايوا روحنا دينا هذاك السلاح وصلناه للمكان هذاك تاعهم وجينا هيا من ثم يعني تمسات الثوره تمشي هنا عندنا سمعت؟ أما لا يا سيدي عمي الله يرحم الشهداء تاع روح الحاج سي رابح طلع للولايه الخامسه استشهد هو في الرمكه عمي صح وخويا كان يقرا في البقعه التاوه داه قول لي سي محمد سي مصطفى الشرشاري ايوه مازال في الحياه مازال في الحياه هذاك الداه ملي يقول الداه دخلوا يعني في الجيش ومن ثم دخل راح بدا يروح لتونس يجيب السلاح يجيبوه مع الكتيبه تاع هذه هي ملا وحنا يا دار ثوريه بوي ثاني كنيا مجاهد وهجر ثاني كنيا عمي الله يرحم الشهداء هذا اللي مات في الجيش وخويا وعمي اللي مات الله يرحمه ثاني آه. يعني مجاهد سي الحاج اللي كان يجي عندكم اللي هنا في البدايه شكون؟ يا سي بو مدين الله يرحم الشهداء هو اللي جانا الاول انا ايوه ومن ثم بدا يجي سي معمر سي محمد نقولوا احنا سي قول لي انت يا بزاف هما راك شايف سماوات سي خي سي عبد الله سي أيوة. عبد الله نتاع قربوسه لا تحصيه صح سمعت؟ عبد الله زرقان ايوه زرقان بارك الله فيك هما لا و الدار تاعكم واش كنتوا تخدموا انتم هنا؟ احنا كنا نخدموا مركز مركز كبير مركز كبير انا مانكية اللي هي كان عندنا واحد الكراج طويل يعني فيه ثلاثة ولا أربعة مانكيات تحت تحت المجاور تاع الزوايل سمعت؟ تحت المجاور سمع شوية سمع شوية تحت المجاور تاع الزوايل أيوة ألو وهنا كان النوادر تاع التبن هنا أيوة نبيض الباص هذه أيوة النوادر تاع التبن نديروا فيهم تحت النوادر نديروا مانكيات اما لا يخزنوا على المجاهدين يعني راك شايف وصرات ثاني واحد المعركه واحد المره يعني جاوا مجاهدين باتوا جاوا هنا عندنا عند بغول سليمان بغول وجاوا لهنايا باتوا هنايا عندنا صباح فرنسا باعوهم لهنايا جاو من زموره وجاو من هي على الحيط هذاك اما الصباح اللي هنا الفجر سمعوا يعني جاء الخبر قال باللي راهي فرنسا راح تسرك الغدوه بكري لبسناهم عبايات نتاع انسى وخرجناهم منا خرجوا منا وراحوا للحيط هذاك ليه كاينهم منهم اللي قبضوه اللي كاين اللي مات كيما الزبو جي هذا كيما بزاف هما سمعت؟ اما لا وما ثم كيما سي عبد الله الله يرحم الشهداء راهي كيما مات الحاج عبد القروزي ايه صح هذاك ثاني كان قبض هنايا في عند مجاهد لتحت تحسين عند مجاهد تحسين مجاهد هاي وقت ما ذاك اليوم مسكين هو ضربوه كسروه والدواء دواء في كوبتير سي عبد الله الله يرحمه شهداء الله يرحمه راهي كيما ماتوا هم انا كي جات نقولوا حنايا 60 انا قبضوني انا دخلوني
دخلت بتاوني الحبس، انا دخلت انا والحبس الرئيس. اما لازم في الواحد في الستين نقول لك زيد من الستين جاوا لهنايا الدعوات باعت وكاع كينيه جابوا لهنا المدفع وطيحوا الفيرمان تاعنا هذه طيحوها بالمدفع. هذه هي. في هذا اليوم تداوك انت؟ لا لا ماشي ذاك اليوم، لا انا كنت رحت قبل. ايوه انا رحت قبل. انا عندي بزاف رحت يعني وما نقول لك بالك بالك في السنة ولا بالك زيد هكا. انت في السجن؟ ايه كنت مسجون؟ انا كنت في السجن. سجلنا معاك في السجن؟ سجلنا سجلت المؤسسة معاك ولا ما سجلتش؟ لا مانيش عارف انا لا سجلت. ما سجلناش في مسيرة؟ والله ما نتابع طبعا السجن وين وين حكمت السجن وين داوك اسمع؟ هنا غير هنا الشلف. في شلف؟ ايه هنا في شلف. ما شرعت ولا ما شرعت؟ شرعت كيفاش شرعت؟ شرعت شحال حكمونك؟ عام سجن. ايه انا عندي جوج ما عندي غير. ايه ما عنديش ما كاينش مشكلة. ما تتذكرش جماعة كانوا معاك في السجن؟ كانوا معايا الحاج بن عيسى الحاج الهاشمي الله يرحمه الشهداء الله يرحمه الحاج بن الحاج الهاشمي تاع ودسلي. ايه ايه سمعت؟ طيب بو عبد الله مجاهد الحاج الهادي ايه سمعت عبد حتى عبد الرحمن الرحمن الشنبيط اي اي اخي عبد الرحمن هذوك كنا غير عرفت كيف ايه ايه انا حاب كاش معركه وقعت هنا كاش جديده كاش حاجه هذا الوقعه الشتيبات اللي وقع في المجاهدين اللي جاوا من عند بسليم بغوان جاوا الله اعلم ما نقول لك انا لا كان نقول لك في ذاك الوقت يقولوا سبعه يقولوا خمسه هذا السوج هنا عندنا زوج وثلاثة راحوا ولا خمسة راحوا عند قبل الحسن ليه وجاب أما لا جاوا هنا يا لحقوهم الصلاة عقلتهم كانت يعني محسوبة عرفتهم باللي راهم هنا ما قدرش به تدخل عليهم هما زوج بلاصة المدفع اللي هنا يا وكما سطتهم في الحوش ضربت الحوش يعني كي طيحت عليهم الحوش خرجوهم خرجوا نقولوا على قرصوا اللي قرصوا هما ضربوهم قتلوهم كريم 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 سي محمد وسي قدور سي كبيرهم من نانا سي من نانا احنا هنا وياهم بعد يحول سي محمد مين مين هو حصل عندنا؟ من غزال من غزال هاو سي الحاج اخر كلمه شو تقول لي؟ وش نقول خويا نقول لك يعني هذه هي الحمد لله يعني وش نقول لك يعني هذه دار ثوريه الحاج ابراهيم الله يرحمه الله يرحمه الحاج ابراهيم الله يرحمه يعني انتم ربي يطول في اعماركم سمعتني وحنا هذه دار ثوريه ونزيد حاجه اخرى نقول لك عليها نضيفها لك ماذا بيا؟ اللي هنايا الدار هذه كنت انا نعطي 30 قنطار قمح في وقت الصيف حق ربي للمجاهدين يدوها الجبل يدوها منا من عندي 30 قنطار فهمت؟ سلحات كيفاش كانت تروح هذا تروح يعني بالزويل زويل يدوها من الجبل يدوها للجبل يعني للمنطقه يعني وين نحطوا السلعه ومن ثم ثاني تعول الآن على بارك بارك الله فيك سلحات هذه شكرا.